العوامل اللي بتأثر على الكاستم ميد؟ والله دكتور أيمن، احنا في بريتش كنا قلنا ان احنا لينا بروبورشنز خاصة بينا، احنا بنشتغل بأرقام معينة وبتفاصيل معينة خاصة بينا، وابتدينا نوضح للناس اكثر تفاصيل ان احنا ابتدينا نعمل لكل مجموعة بلاد ارقام خاصة بيهم وتصميمات خاصة بيهم بتليق عليهم اكتر وبتدي شكل اكتر. فابتدت الناس تتساءل عندنا على صفحة الفيسبوك وعلى التليفونات، يا جماعة طب ما تدونا الارقام دي على اساس نستفيد بيها. انا عايز اوضح ان هي مش ارقام ثابته، يعني خلوني اوضح ايه الفكره اللي احنا بنشتغل بيها ببساطه كده. احنا مثلا لما كنا بنيجي نعمل سمايل ديزاين كنا بنرسم على شكل الشخص، بس اكتشفنا ان مش شكل الشخص بس هو اللي يفرق في تصميم الابتسامه، في عوامل تانية. ايه هي العوامل التانية؟ مثلا البيئه اللي هو نشأ فيها. خليني اوضحها اكتر. كنت بقرا بيبر من فتره قالوا ان الشعب المصري مثلا والشعب الايطالي والشعب الامريكي بينهم حاجة مشتركة، إن هم بيجيدوا الفنون الكلامية، يعني دايماً تلاقي المسرح مزدهر عندهم، السينما مزدهر عندهم عن أقرانهم في البلاد اللي حواليهم. تلاقي إيطاليا وأمريكا ومصر من الدول اللي دايماً مثلاً في الوطن العربي تلاقي مصر هي مزدهرة في الفنون، الغنى، المسرح، السينما. فدكاترة الأسنان ابتدوا يركزوا إنهم يرسموا شكل الأسنان للبلاد دي in a motion، والشخص بيتكلم أهم من البوز، أهم من وهو ساكت وهو بيبتسم، يرسمها له في الموشن بيبان ايه وهو بيتكلم، لان دي بتفرق قوي مع الدول دي. ابتدينا نقول مثلا ان دول الخليج العربي زي الجولف ايريز، السعوديه، الكويت، قطر، الامارات وما شابهها من دول الخليج العربي، اكتشفوا ان الناس دي بيتميزوا بالعاطفه الشديده، عندهم عواطف شديده، فبيحبوا يضحكوا ضحكه من القلب زي ما بيقولوا. فابتدينا نركز على فيهم على الوايد سمايل، لما يبتسم ابتسامه كبيره قوي لازم يشوف نفسه شكله حلو قوي، يبقى مش ان موشن اكتر من وهو وايد سمايل تبان ابتسامته حلوه جدا. اكتشفوا ان دول جنوب شرق اسيا اللي هم اليابان وما شابهها من الدول الدول دي ما عندهمش مهارات كلاميه، فابتدينا نركز فيهم على البوز سمايل، وهو ساكت وبيبتسم ابتسامه خفيفه يبقى شكله حلو قوي. فما بالك يا دكتور ان احنا بقينا نركز ان تفاصيل الابتسامه بتاعتنا بقى ليها علاقه هو نشأ فين، بيشتغل على ايه. انا كنت في امستردام من فتره فبتكلم مع دكتور اسنان في التصميم، قال لي ان هم كان عندهم ازمه فضلت 5 سنين، ان دايما الهولنديين عندهم حاجه اسمها السنه اللاترالز اللي هم السنترالز، السنتين اللي في الوسط، السنان اللي جنبيهم، اكتشفوا ان دايما بيبقوا معوجين شويه، يعني مهزوزه كده، معموله كده. لما دكتور الاسنان بقى يصمم الابتسامه مرسومه على المسطره بقى الشخص متضايق، يقول له دي فيك، انا مش حاسس نفسي في الابتسامه دي. لما ابتدوا يعوجوا شويه اللاترالز يدوا فيها بس انكلاينيشن خفيف، ابتدت الناس تتبسط. فهي الفكره التجميليه قائمه على السيرفيز، على الفن، على السنس، اكتر منها على قواعد ثابته او ارقام ثابته، وده اللي بنعمله في بريتش وبنشتغل عليه.